القلب نعلم أنه له ذاكرة. هاي جديدة طبعاً. الذاكرة من خصائص الدماغ. صحيح، وكذلك من خصائص القلب. القلب له ذاكرة. وأجمل ما كتب فيه غيري شوارتز بالتعاون مع باحثين في جامعة ييل. ييل هذه بمستوى هارفارد، أي ما في كلام. وعملوا دراسات هم في ورقة شهيرة جدا نشرت عام 1999 ميلادي، ورقة علمية. نعم، ونشرت في مجلة The Journal of Internal Medicine اللي هي تعتبر مجلة محكمة علميا ومن أشهر مجلات في العالم في الطب. درسوا 300 حالة من هؤلاء الذي تم لهم نقل قلب، ودرسوا في التغيرات التي حدثت لهؤلاء الأشخاص الذين تسلموا هذا القلب الجديد، سواء سلوك أو عادات أو هوايات أو تذوق. وذكروا حالات عجيبة جدا، يعني من الحالات التي أذكرها شاب نقل قلبه لشابة، وطبعا عند نقل القلب ما تعرف من الشخص أنت، تعتبر معلومات يعني إيش أنت تريد أن تعيش بعد ما تعرفها. إيه يجيبوا لك فوجئ الشخص اللي استلم المرأة الفتاة أن بدأت تقول شعر، ما كانت تقول شعر قبل كده، بدأت تحب أنواع الموسيقى كلاسيكية ما كانت تحبها قبل كده، بل وصل الأمر عندما ذهبت واستفسرت وأخذوا السماح أن هم يعرفوا الشخص الموجود وقابلوا عائلة اللي هي الشاب المتوفي، أتوا بأبيات شعر كان كتبها وجدوها، فكانوا يقولوا أول بيت شعر وهي تكمل الثاني. هذا ما ثبت في الكتاب. نعم، في الورقة الموجودة. هذه أحد الحالات. حالة ثانية، طفل أخذ قلب، والطفل يعيش في منطقة يعني على البحر ويحب السباحة، شاب صغير أخذ القلب. بعد ما أخذ القلب أصبح يخاف من الماء خوف شديد، ما هم عارفين إيش يعملوا. راحوا يعالجوه طبيب علم نفس، عادوا الملفات السابقة وفتحوا الملف وفوجئوا أن الطفل الذي تلقى منه القلب مات غريقا. غيرها قصة أخرى، طفل أخذ قلب واحد طفل آخر. الطفل اللي أخذ القلب كان يحب لعبة يسموها Power Rangers، العاب. بعد ما أخذ القلب أصبح يصاب بالذعر عندما يراها، ما هم فاهمين إيش الحكاية، ودول الدكتور علم النفس إيش بيحصل إيش بيحصل. في النهاية فكوا الملف وجدوا الشخص الذي أخذ منه القلب في نفس عمره كان كذلك يحب اللعبة Power Ranger، وفي يوم سقطت جنب النافذة فراح الطفل عشان يأخذها وسقط ومات، وغيره وغيره في قصة أخرى. دكتور القصص تفيد المشاهدين، بس بصراحة في ملاحظة، المفروض هذه القصص وهذا البحث مطروح بمجلة علمية. يا أخي خبرونا قلب مين يا أخي. نعم. يكون نتورط. صح ولا لا؟ هو الغرض منها أنه لا تعرف عشان لا يكسر في إيحاءات. ومع ذلك الشخص لا يعرف من هو الشخص، ونفاجأ أن هناك عادات تغيرت كثير. وعندي أكثر من حالات أخرى في بعد الفاصل بإذن الله. عندك فقط؟ عندي وقت. طيب، مثلا في قصة أخرى عجيبة جدا، طفل أخذ قلب لطفل آخر وما يعرف من هو الشخص. الأم تذكر القصة مع الأبو، داخلين إلى دور العبادة حقتهم مليء مكان، الطفل هذا يجري لوالد شخص ما هو عارفه، يجلس عبه يقول له دادي بابا. الأم والأبو في عجب، مين دادي؟ ويرجع الملف يجد أنه هذا أبو الطفل الذي تسلم منه القلب. كيف تفسر هذه؟ ففي وضعوا 300 حالة درست غيري شوارتز مع ييل يونيفرسيتي في هذه الورقة الشهيرة، وأدعو الناس أن يعودوا لهذه الورقة الشهيرة اللي نشرت في مجلة الطب الباطني في عام 1999 ميلادي. لذلك نحن لابد أن نعيد النظر مرة أخرى. القلب هو أكثر بكثير مما كنا نظن سابقا، والكتب السماوية كانت صحيحة، وعلمنا كان قاصر. هناك عبارة عن سيادة متبادلة بين العقل والقلب، القلب أكثر بكثير من كونه مضخة.